نيو جيرسي. دكتور جابرييل، برأيك كيف ترى هذه النقطة وهذا الأمر تحديدا؟ والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. السياسة الأمريكية تتبع ما يريده الناخب الأمريكي، يعني لا يمكننا أن نستبعد الوضع الانتخابي في الولايات المتحدة عما يحصل في كافة دول العالم، وبصورة خاصة ما يحصل في غزة. البارحة للنيويورك تايمز، وهي من أكبر الجرائد في أمريكا، قالت بأن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير بأن 54% من الناخبين الأمريكان من المسجلين للتصويت في الانتخابات القادمة، 54% منهم يدعمون إسرائيل، مقابل 38 يعارضون ذلك. في الأسبوع الماضي استطلاعات الرأي كما نشرتها الول ستريت جورنال، وهي من أهم الجرائد في الولايات المتحدة، تشير بأن 71.9% من الجمهوريين يؤيدون إسرائيل. على صعيد الحزب الديمقراطي 57.4% يؤيدون إسرائيل. على صعيد المستقلين 53.6% يؤيدون إسرائيل. ما هو تأييد الفلسطينيين في الولايات المتحدة؟ 16.2%. إذن كل هذه الاستطلاعات تشير بأن الشعب الأمريكي يريد دعم إسرائيل اقتصاديا وعسكريا. فيما يتعلق بالرئيس ترامب، اقتصاديا حتى مع الأصوات المعارضة للدعم المادي والاقتصادي الأمريكي بالتوازي مع دعم الأوكراني، ما ينعكس أيضا على الداخل الأمريكي والمعارضون لما يجري في غزة في الوقت الحاضر هن 38%، يعني هم أقلية. وما تشاهدينه من مظاهرات في أمريكا هي تمثل الأقلية في الولايات المتحدة، ولكنها صنفت بأنها مظاهرات تاريخية وكانت حاشدة. نحن رأينا أعداد لم نرها من قبل. صح، يعني عندما يتظاهر 100,000 شخص أمام البيت الأبيض هذا عدد هائل، ولكن إذا قست ذلك بعدد سكان أمريكا الذي يتجاوز 330 مليون نسمة، يعني هذا شيء ضئيل. عندما يكون الدعم للفلسطينيين على صعيد الرأي العام الأمريكي لا يتجاوز أكثر من 16.2%، هذا يعني بأن الدعم هو قليل في الولايات المتحدة بحسب استطلاعات الرأي. إذن فيما يتعلق بما يقوم به الرئيس بايدن، تجدينه مثلا يؤيد الحرب على غزة، يؤيد تدمير حماس بالكامل، لأن الرأي العام الأمريكي يريد منه ذلك. الرئيس بايدن هو مرشح، ولكن تغيرت تصريحاته. وأيضا أنا أود أن أعرض لحضرتك حقائق، يعني تغيرت تصريحات بايدن حيث اعترف بجرائم إسرائيل عندما تطرق لنقطة القصف العشوائي، وأيضا عارض قصف المدنيين، وكان هذا في خطاب وصف بأنه نقطة تحول في مسار التصريحات الأمريكية. بالفعل هي نقطة تحول، لأنه وجد والشعب الأمريكي يوافق على ذلك بأن إسرائيل تجاوزت الحدود فيما يتعلق بالتعامل الإنساني مع المدنيين. الدمار الذي حصل في غزة دمار هائل، والشعب الأمريكي يدرك ذلك جيدا. كذلك يدرك بأن هناك تجاوزات كبيرة في حق المدنيين، والرئيس بايدن يدرك ذلك أيضا. إذن من ناحية الدمار، الشعب الأمريكي يعلم بأن إسرائيل تجاوزت الحدود في مسألة الدمار، وتجاوزت الحدود فيما يتعلق بالحفاظ على المدنيين. يعني عندما يقتل حوالي 20,000 شخص في غضون شهرين، يعني هذه مسألة مهمة بالنسبة للرأي العام الأمريكي.